على فكرة احنا في شهر العسل، يعني ازاي هتنزل في اوله كده؟ معلش حبيبتي، ورا مصالح لازم اخلصها. مصالح ايه؟ انت مش قلت هتشوف شغل جديد؟ ايه ده؟ في ايه؟ يعني ايه؟ يا بنتي مالك في ايه؟ نادين منزلي ده على الفيسبوك بتقول انها جوزت حبيب التيمور. نادين صاحبتك؟ اه. هو ده معناه انها اتجوزته؟ ايوه. يعني ايه بقى كده؟ معناه ايه؟ انت مصدق؟ انا قلت لك قبل كده وما صدقتنيش، قلت لك ان صاحبتك دي ملعب. اللي يتجوز يتجوز، واللي يطلق يطلق، واللي يولع يولع. خلينا في روحنا. اكيد هو مش فارق لي خالص. انا بتكلم على نادين صاحبة عمري، كانت أقرب ليا من إخواتي. مش مصدقة. هي قربت لعبد إمتى؟ كمان اتجوزوا إزاي؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.